الحمد لله على السلامة. شدنا انقطعت الشر. الله يسلمك، اريد الشر ما يجي. ما اعرف كيف نسيت المدخن. هاليومين احس عمري وايد دايخه والحمل وايد متعبني. لا تلومي نفسك، الذنب مو ذنبك، الغلط مني انا، اهملتك وانت في بدايه الحمل. لا تلوم نفسك حبيبي، انت تعرف انك توك متزوج، طبيعي تلهى عني. بس ما عليك امر تنزلني بيت اهلي، تعرف البيت يبالي صيانه، ما اقدر اقعد فيه شي. بيت اهلك ليش؟ انا وين رحت؟ تبتين معي ببيتهم وتعيشين. بس علاقتي في عمتي. انسي امي، ما راح اتعرض لك. وبعدين انت شايله حفيدها الحين، يعني راح تدير بالها عليك. يلا يلا خلينا نمشي احسن. يلا. ما شاء الله، تعرف تقول كلام حلو. لا أنا ما أعرف، بس اللي يحب لازم يعرف يعبر عن مشاعره. زين، أنت وين؟ يعني وين بكون؟ في الشركة. والله اشتقت لك. والله خالتي اشتقنا لك. وأنا بعد اشتقت لكم، البيت من غيركم ما يسوى شيء. شوفوا شوفوا شنو يبقى. يلا هذا لك، هذا لك. يلا كلها لكم. ما قصرتي يا بنتي، نورتينا. والله يوفقك يا رب العالمين. الله يتمم لك على خير. عاد سامحيني، ما مداني ابارك لك. ما ادري افرح لاني اخيرا بتزوج ولا تضايق على الوضع اللي بتزوج فيه. ما علي يا بنتي، الاوضاع ان شاء الله بتتحسن. بعدين اختك مثل ما تشوفين بخير وعافيه، ما ناقصها شيء. أكيد أختي بخير، دامنها معاك ما حاتية. بس أنا يا خالي اللي عايشة مع أمي في بيت واحد وحاسة بغربة.
ما عليك منها، هذه عقرب رمى. صدقيني هي ما ردت هني إلا لأن قلبها مقهور منك، لأنها تعرف سلطان قلبه متعلق فيك. أنا أبغيك تكونين قوية، أبغيك تكسبين سلطان بالكلمة الطيبة. ترى سلطان قلبه هش كلمة الصعد السماء وكلمة تعزله عن الناس. أنا فاهم الموضوع كله من الأول، وصدقيني مو بطالبة معجزة سريعة، لأني مقتنعة أن أحلى الأشياء هي اللي تبعد تعب وصبر. وأنا هذه نظرتي فيك، إنسانة قوية تتعب علشان تحقق اللي هي تبغيه، مو مثل ناس يتعبون غيرهم علشان يحققون اللي هم يبغونه. صدقيني يا ريج، بأي يوم بتعرفين إن قرارك كان صح. بعد ما يبالها كلام، هذه واضحة وضوح الشمس، عينها حارة والعياذ بالله، والكل يدري. تصدقين عاد يقولون إن هي سبب موت أبوها؟ يقولون إنها كانت تمدح أبوها وصحته وتقول إن زي البومب رغم إنه في هالسن. وثاني يوم وحياتك ولا جاي سن هبوط وسكتة قلبية وعلى الدنيا السلام. شفتي عين حار من كذي؟ قل أعوذ برب الفلق. هذه ابتعدي عنها، ولا تنسين خشي عنها كل شيء حتى خدامتك، وبالأخص مو عين رمضان. مشاعل مشاعل تعالي الغدا جاهز. أقول لك بكمل لك الموضوع بعدين، ذكريني أخبرك سالفة الحريج اللي صارت يوم تخرج بنتها. بس تمام يلا. خلاص يا نرجس، لما تبتمي تشوفين عمود في المنظرة؟ قلت لك أنا آسف وما بعيدها. أنت وايد متغير يا جراح، وصرت ما تتفاهم إلا بالضرب والإهانة. ما علي نرجس، أنا ترى جالس أمر بظروف نفسية وايد صعبة، قمت ما أتحمل شيء وأعصب على أي شيء، بس إن شاء الله فترة وتعدي. أدري إن الظروف النفسية اللي قاعدة تمر فيها بسبتي. ليش؟ لأن أنا ما يبعي هذا. دام إن الموضوع شي طلقني وروح شوف لك واحدة ثانية، لأن أنا ما أبغى أحرمك من العيال. شو هالكلام نرجس؟ من عقب العشرة اللي بينا تقولين كذي؟ أنا مستحيل أخليك. بعدين لا تحاتي، إن شاء الله بيب سارة عندنا وبنربيها ويا بعض، لا تحاتي. متى يا جراح؟ مليت من كثر ما أتريا، كل يوم شوقي يزيد لها أكثر عن قبل. متى بتي سارة وبتقعد عندنا ونفتك من هالمشاكل؟ قريب إن شاء الله، لا تعطيني.